ابن العزيز، انا في مشكلة، فقدت القاعدة ولا استطيع تعبئة الوقود، وانا اخيرا مرهق للغاية، لا انام الليل افكر فيك في مثل هذه الاوقات. اسف انني لم اتمكن ان افعل لك شيئا كأب، ولكنك تعلم ان مهمتي هي ان اغزو العالم، وانا لا اقوى على ذلك. وفي الآونة الأخيرة كنت مرهقا لا أقوى على النوم، أفكر فيك يا بني في مثل هذا الوقت، أتألم لأنني لم أتمكن من أن أبعد لك ما يكفيك أب، لكنني آمل أن تفهم السبب. مهمتي أن أغزو العالم وأستولي عليه. أبي.